نوس تعال تدخل نزل غرام على شو بنقعد؟ هون تحت الشجرة هي هي شوف اثار خنازير خنازير جد؟ اوه تعال شوف شايف؟ هاي رجل خنزير هاي حتى هون شوف صح هاي هون شوف تنتين تنتين مالي هون انا هذيك اليوم كنت اطلع فيه لحالي وقاعد عندي احد واثنين وين يا شيخ؟ شايف معقول لقط ولا لا؟ حطهم هنيك هات بس البوري نعم شو في خطتين فائد لا لا افتحها هذا في غرار كيف؟ هاي كمان قصة اخوان المرة الجاية نسجلها سماعة بلوتوث اللي عندي ضروري ضل شيء ضل شوية اسمع جبت فاني يا عاطي
اها كفو كفو نوس والله شكلها فيلا لانه هيك سقفها بجوز تكون خزان مي البيت اللي شو اسمه الجار تحت ساكن هلا بشوفه هذا البيت بيستخدموه الصيادين عندنا شو بتحب تقول يا انس والله هاي ناقصها بصراحة أربع خمس خرفان هون حوالينا راح أوع من العزم أنت عدنا شو تبدون والله يعني بتعرف تمام أمور طيبة الحمد لله دائما وقري قري كان لسه هون قري إذا ما بدك إياه نار اسمه يبعد عنك بجيب له جنزير طويل بلفه حول الشجرة هلا اذا هو متربي يعني